مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 7 اليونت الخامس الدرس السابع. عنوان الدرس Things to do in Iraq، أشياء تفعلها في العراق. هنا احنا قلنا بالدروس السابقة كل اليونت راح يتحدث عن البلدان، فلاحظنا انه الدروس الستة السابقة تتحدث عن أربع بلدان رئيسية اللي هي فرنسا، عمان، انديا وجابان. فتستعرض خصائص كل بلد، الاشياء اللي زرعوها، الاماكن السياحيه الى اخره. فالان حان دور العراق، او حان دور اني يوضح لك الاشياء اللي موجوده بالعراق، الاماكن الاثريه اللي موجوده بالعراق، الاكلات اللي مشهوره بالعراق الى اخره. فراح يستعرض لك الاشياء الثمينه، الاشياء الجيده، الاشياء الجميله اللي يجون السواح من الخارج على مود يشوفوها بالعراق. فحالة حال البلدان البقية هالمرة أو هذا الدرس مخصص لمن؟ للعراق. شو يقول لي بالبداية؟ يقول لي What animals can you see in Hawiza marshes؟ من الأشياء أو عفوا من الحيوانات التي يمكنك رؤيتها في هور الحويزة؟ هذا السؤال الأول المفروض تجاوبه بعد ما نقرأ القطعة. What are the same other things can you see in or to do in Iraq؟ وما الأشياء الأخرى الإضافية أو المشتركة بين هذا البلد والبلدان الأخرى اللي يمكنك رؤيتها أو فعلها في العراق؟ فرح نجي نقرأ القطعة، نوضح مفرداتها، ورح نجي نجاوب على هاي الأسئلة. هذه القطعة تعتبر قطعة كنشاط صبي، غير مهم الامتحان التحليلي والامتحان الشفوي. المعلومات اللي داخلها يسأل عنها الأستاذ الداخل الصف كتحضير يومي، أسئلة شفوية كتحضير يومي. فبالبداية شو يقول؟ يقول We love to travel، نحن نحب أن نسافر. Experience new things، ونجرب أشياء جديدة. And see new places، ونرى أماكن جديدة. When we travel، عندما نسافر، we learn so much about culture، عندما نسافر نتعلم أشياء جديدة عن الحضارة، الثقافة، history، التاريخ، food and so much more، والطعام وما إلى ذلك. شوف هنا أنا هسه أقول لك مثلاً أنت رايح تركيا. لما تروح تركيا راح تتعرف على الأطعمة مالتهم أو أكلات جديدة. راح تتعرف على حضارتهم، على تاريخهم، على بعض البنايات وأشكالها، الفن المعماري إلى آخره. فيقول لك العراق حالة حال باقي الدول. لما أنت تريد تشوف الأشياء الإيجابية بالعراق راح يوضح ليها هنا أنا هاي القطعة. But we don't need to get on a plane to do this. يقول لك لكن نحن لا نحتاج إلى أن نصعد لطائرة لكي نفعل هذه الأشياء. Our own country is full of incredible things to do. شوف هنا شو يقول لك؟ يقول لك انت خب ليش تروح لغير بلد؟ بلدنا العراق شو يقول؟ يقول our own country، بلدنا نحن، is full of incredible things، مليء بالاشياء المذهله التي يمكنك فعلها. Places to visit or to see، اماكن لرؤيتها. Of course things to eat، او اشياء لتاكلها. يعني يقول لك احنا مثل او حالنا حال باقي البلدان، كل بلد مشهور باكله معينه، بحضاره معينه، بتاريخ معين، بأشياء معينة تفعلها به. فالعراق حال حال باقي البلدان بالكثير من الأشياء المذهلة لفعلها، الأكلات المذهلة لتذوقها إلى آخره. فهنا راح يبدي يستعرض لي Have you visited the Hawiza marshes؟ هل قمت بزيارة هور الحويزة؟ These beautiful marshes are important for the whole world. شوف هنا شو يقول لي؟ يقول لي هذه الأهوار الجميلة هي مهمة، مهمة لجميع العالم. Birds والطيور such as eagles كالنسور، eagles معناها نسور. Fly high above looking for food. النسور راح تسأل نفسك سؤال، شنو أهمية الأهوار؟ وكاتب لي الأهوار مهمة للعالم كله. شنو أهمية الأهوار للعالم؟ وحتى قبل كم سنة، قبل 3 أو 4 سنين أدرجوا الأهوار ضمن لائحة التراث العالمي. ليش هذا الاهتمام بهذا المكان اللي هو الأهوار؟ شنو أهميته للعالم؟ الأهوار تعتبر موطن لكثير من الطيور المهاجرة. هذه الطيور اللي تهاجر من سيبيريا إلى أفريقيا، اللي راح تأخذوها إن شاء الله بالثالث متوسط، تهاجر من سيبيريا إلى أفريقيا. فأثناء هجرتها هذه الطيور النادرة مثل طائر الفلامينغو اللي معرضة للانقراض، هذه أثناء رحلتها لازم تلقى مكان تستراح به، موطن تستراح به، تتغذى عليه وتكمل رحلتها الباقية. فأنا شو يقول؟ يقول لي الطيور مثل الإيجلز، مثل النسور، fly high above، تطير للأعلى عالياً، looking for food، تبحث عن الطعام.
and the marshes. وهذه الأهواء are full of insects. هذه الأهواء مليئة بالحشرات. And the water. والماء. There are many different kinds of duck. وكذلك هنالك الكثير من أنواع البط. فإن أنا أقول لك أنت النسر إذا يريد يسافر وما موجود هذه الأهوار أو ما موجودة هذه الأهوار فراح تكون رحلته صعبة لأن الأهوار ما موجودة. فالأهوار هي مليئة بمن بالإنسكتس بالحشرات الووتر الماء. هذه الحشرات الماء تعتبر غذاء لهذه الطيور المهاجرة. وراها شيء يقول لي have you eaten مزقوف؟ هل أكلت المزقوف؟ هذه أكلة مشهورة جدا بالعراق. المزقوف والدولمة هذين الأشياء أو أشياء تعبر عن التراث الخاص بالعراق، تعبر عن الأكلات المتعلقة بالعراق. The fish is barbecued on side of the fire then covered with sumac. شوف أنا شو قلت. يقول لي هذا السمك وش هو المزقوف؟ هو عبارة عن سمك يتم شويه على إحدى جانبي على النار then covered in sumac. هذه كلمة عربية. ويغطى بالسماق هذا نوع من أنواع البهارات بوميجرانيت والرمان and lemon والليمون يام يا لهم الذين. إذن من الأكلات الشعبية اللي مشهورة أو اللي يشتهر بها العراق هي أكلة المزقوف. وراها يقول لي have you seen the ancient of Hatra أو ancient city of Hatra. هل رأيت أو هل قمت بزيارة هذه المدينة الأثرية؟ This beautiful city is more than 2000 years old. شنو الفكرة من عندها أو شنو أهمية هذه المدينة؟ هذه المدينة عمرها أكثر من 2000 سنة. إذن هي مدينة تاريخية. History is everywhere. التاريخ في كل مكان in Hatra في هذه المدينة الأثرية. Archaeologists are still digging for more ancient objects today. شوف أنا شو يقول؟ يقول لي Archaeologists علماء الآثار still digging لا زالوا يحفرون لكي يجدوا الكثير من الأشياء القديمة اليوم. يعني لا زالوا علماء الآثار يحفرون في هذه المدينة اللي عمرها أكثر من 2000 سنة على مود يلقون شغلات جديدة كانت موجودة قبل أكثر من 2000 عام. زين أستاذ شنو الفائدة؟ أنا ليش أروح أحفر أو أدور عن أشياء قديمة؟ يعني مثلاً هو راح يعطيك مثال يقول لك واحدة من الشغلات الجديدة أو الشغلات القديمة عفواً اللي لقوها بهذه المدينة الأثرية. شوفنا أنا شو يقول؟ يقول لي Have you heard about the Baghdad battery؟ هل سمعت عن بطارية بغداد؟ Did people use electricity 2000 years ago؟ شوف أنا شو يقول لك؟ يقول لك هل تعتقد أن الناس قبل 2000 سنة كانت تستخدم الكهرباء؟ شوف إذا تفكر بها تقول لا الكهرباء اخترعوها قبل أكثر من 100 سنة أو قبل أقل من 100 سنة. فمستحيل قبل 2000 سنة أو أكثر من 2000 سنة مستخدمين الكهرباء. شو يقول لك؟ يقول لك Who knows؟ من يعلم؟ These batteries are around 2200 years old. لأن البطاريات اللي لقوها بهذه الأماكن الأثرية تعود عمرها لأكثر من 2200 سنة. Nobody knows if they really are batteries. يقول لك ما حد يعرف إذا هي بالفعل بطاريات حقيقية أو هم بالسابق قبل 2000 سنة سووها فعلا على أنهم بطاريات. هوذا شوف أنا شو يقول. يقول لكن على أي حال when you fill them with vinegar they can produce electricity. يقول لك المشكلة أو الشيء الغريب بهذه الحفريات اللي لقيناها أنه لما تملأها بالفينيجر اللي هو الخل راح تنطيك كهرباء. يعني دن العلب اللي موجودة أو اللي لقوها موجودة أو مصممة بطريقة إذا خليت بداخلها خل راح تنطيك كهرباء. يقول لك إحنا شو بدرينا؟ يجوز قبل 2000 سنة كانوا عندهم كهرباء وإحنا ما ندري، لكن إحنا ما نعرف هذا الشيء إلا نكمل حفر نقل. إحنا قبل شوي قلناها نكمل حفر الآثار اللي موجودة بهذه المناطق الأثرية. هسه نرجع شنو نجاوب على هذا السؤال. What animals can you see in Hawiza marshes؟ ما الحيوانات التي يمكنك رؤيتها في هذه الأهوار؟ تقدر تقول أو تعدد الكثير من الحيوانات مو بس اللي عددهن. هو كاتب لي الإيجلز النسور الدك البط الفلامينغو طائر الفلامينغو إلى آخره الكثير من الحيوانات المهاجرة اللي تلقاها بالأهوار. هذا السؤال الأول يسأل الإنسان بطريقة شفوية بداخل الصف. السؤال الثاني What are some other things to see and do in Iraq؟ ما هي الأشياء الأخرى التي يمكنك رؤيتها فعلها في العراق؟ مثلاً أنا أقول له You can go to the Hatra. يمكنك الذهاب إلى Hatra هاي المدينة الأثرية. You can eat مزقوف. يمكنك أن تأكل مزقوف. You can see eagle. يمكنك رؤية الeagle النسر. You can go on a boat أو on مشحوف. إذا ما تعرفون شنو المشحوف هو أحد القوارب المتستخدم بالأهوار. يمكنك الذهاب في هذا المشحوف اللي هو
قارب موجود فيها الأهوال إلى آخره. هذه الأشياء اللي ممكن للسائح الأجنبي يمكن فعلها في العراق. هذه لحد الآن مجرد قطعة يشرحها الأستاذ بطريقة شفوية بداخل الصف، يسأل عنها بطريقة شفوية، يتعرفون الطلاب على الأشياء الأثرية القديمة، الأشياء اللي يمكن فعلها السواح الأجانب في العراق إلى آخره، غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. وراها الكتاب النشاط، طبعا اغلب انشطه الكتاب هذا الدرس انشطه صفيه غير الامتحان التحريري او الامتحان الشفوي، مثل ما راح نوضح ان شاء الله بالدقائق القادمه. تمرير رقم واحد يقول لي imagine you are taken to a visitor or talking to a visitor. تخيل انه انت تحكي ويا سائح اجنبي جاي للعراق. write as many questions as you can think of 3 minutes. شوف انا يقول لك حاول انه انت تتخيل انك تحكي ويا سائح اجنبي. فكر شو الأسئلة اللي ممكن تسأل هي لهذا السائح الأجنبي. Use the words in the box to help you. يقول لك استخدم الكلمات اللي أنا أعطيك إياها بالصندوق لكي تساعدك على سؤالك لهذا السائح الأجنبي. هو مطين مثال يقول لي أسئلة Have you been to Hatra؟ هل ذهبت إلى هذه المنطقة الأثرية أو المكان الأثري؟ أقدر أقول له مثلاً Have you eaten مزقوف؟ هل أكلت أكلة المزقوف؟ هذه واحدة من الشغلات الأثرية اللي ممكن السواح يسووها بداخل العراق. بعد أقول له Have you seen the marshes؟ هل قمت برؤية الأهوار؟ إلى آخره. Have you been on مشحوف؟ هل ظهرت أو هل ذهبت على المشحوف؟ إن المشحوف هو القارب اللي يستخدموه بالأهوار، نسميه المشحوف والطرادة. هذا مجرد نشاط صفي غير الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. يقول لك حاول تسوي لي أسئلة تسألها السائح أجنبي إذا لاقيته. وراها يقول لي بتمرين رقم 2 What have your friend seen؟ ما الذي رآه صديقك دان أو فعله إيتن أو أكله إن إيران في العراق؟ Ask and write their answers. اسأل كل طالب، يسأل الطالب اللي بصفه شن اللي سواه بالعراق ويكتب إجاباته بهذا الحقل. فهنا أنا شو يقول لي زينة has been to the Iraq Museum. زينة ذهبت إلى المتحف العراقي. فأنت تسأل اللي بصفك مثلا تقول له Have you eaten المزقوف؟ هل أكلت المزقوف؟ قال لك نعم أنا أكلت المزقوف، أو Yes I have، نعم لقد أكلته. شوف هنا أنا شو تقول له أو شو تسوي. تكتب اسمه، مثلا اسمه اللي بصفك أحمد، تكتب أحمد has eaten مزقوف. أحمد أكل أكلة المزقوف. سألت اللي بصفك بعد طالب آخر، قلت له Have you been to marshes؟ هل ذهبت إلى الأهوار؟ جاوبت قال لك Yes I have. فمثلا اسم علي، أقول علي has been to marshes. علي ذهب إلى الأهوار إلى آخره. هذا مجرد كذلك نشاط صفي غير مهم الامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. كل ذي الأنشطة اللي تمرين رقم 1 وتمرين رقم 2 يريد يدربنا على شيء طلاب. إذا لاحظتوا يريد يدربني على المضارع التام البسيط. أستاذ شلون أربط؟ شوفوا بالك وياي. أحمد هاز تصريف ثالث، فاعل وهاز تصريف ثالث. هذه بيا قاعدة أذكركم، قاعدة المضارع التام البسيط. شو تقول قاعدة المضارع التام البسيط؟ فاعل زائدا هاز أو هاب زائدا تصريف ثالث للفعل وتكمله. أحمد هو الفاعل، هاز أخذ لأن مفرد تصريف ثالث تكملة، علي فاعل، هاز تصريف ثالث تكملة. كل هذه الأنشطة هي صحيح أنشطة شفوية، بس كل هذه تدربك أكثر على موضوع المضارع التام البسيط اللي أخذناه بالدروس السابقة. وراها تمرير رقم 3 Choose 3 of your questions, make recommendation. شوف أنا شو يقول لي، يقول لي أنت مو سألت زميلك أو مو سألت هذا الشخص الأجنبي عن الأشياء اللي سواها أو ما سواها بداخل العراق. مثلاً على سبيل المثال قلت له Have you eaten المزقوف؟ هل أكلت المزقوف؟ إيش جاوبك؟ قال لك No I haven't، قال لا لم أكل. شو تنصحه؟ يقول لك نصحه، انطي recommendation، انطي نصيحة أو انطي توصية، توصي إنه يأكله. قل له ترى إذا ما أكلت هذا أكل، الأكلة هذه جيدة جداً. قال له It's great، إنها عظيمة أو إنها أكلة عظيمة. You should try it، عليك أن تجربها. شوف أنا أقول لك انصحه إنه إذا ما مسوي هذا الشيء بالعراق أنت لازم تروح تسويه، لأن هذا الشيء أو هذه الأكلة اللي فايتك أكلة عظيمة لازم تجربها. مثال آخر Have you eaten مزقوف مرة ثانية؟ هل أكلت المزقوف؟
لنفترض أن جوابك yes I have، قل له did you like it، هل أعجبك إلى آخره. هنا مجرد لاحظت أن هذا الدرس كله ايش يسوي؟ يحاول يوضح لك أهمية الأشياء اللي موجودة بالعراق، اللي يوضح لك الثقافة العراقية، الأكلات العراقية وأثرها على السائح الأجنبي. لما يجي سائح أجنبي أغلب الطلاب يقولون إحنا يعني ما أدري إيش عجب، أنا لا أشوف واي سواح أجانب يجون للأهواء. هي شبيهة الأهواء، هي مجموعة من البيوت اللي من الطين أو من القصب. لا، الأهوار جدا مهمة، اليوم عرفناها من خلال هذا المقطع النصي. الأكلات العراقية جدا لذيذة، لذلك الأجانب من يجون ويأكلون الأكلات مالتنا يتعجبون إلى آخره. كل بلد بخصائصه، بمميزاته، بحضارته، بأشياء جديدة الناس الآخرين ما مجربيها. فأنت من خلال هذا المقطع النصي راح تعرف أهمية هذه الأشياء اللي إحنا ما كنا أصلاً منتبهين لها. تمرين رقم 4 كذلك هو هذا النشاط الصفي، يقول لي write your partner's answers to your questions in your exercise 3. يقول لك تمرين رقم 3 مجاوبك زميلك حاول تكتب إجاباته. مثلاً قلت له هل أكلت المسقوف؟ قال لك yes I have. تكتب نفس الطريقة قبل شوية، قال لي أقول له علي has eaten مسقوف. هل ذهبت إلى الأهوار؟ نعم ذهبت. محمد has gone to أهوار أو has been to أهوار. محمد ذهب إلى المارشز إلى الأهوار إلى آخره. هذا كذلك مجرد نشاط صفي غير مهم بامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. لاحظنا أنه درس اليوم درس بسيط جداً، درس ما بي أشياء مهمة تجيك في الامتحان التحريري وامتحان الشفوي، لكن مجرد يعتبر كتحضير يومي. يسأل الأستاذ هذه الأسئلة الشفوية كل حين داخل الصف تعتبر كتحضير يومي. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر أو بكتاب الطالب أو كتاب النشاط وتحفظوها، لأنها من الممكن يسألك الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.